حضرتنا اللي أخذناها، إحنا عملنا ريفيو سريع للي مرينا علينا، لأنه أكيد انقطعت سلسلة أفكارنا حتى بعد نكمل المحاضرة المقررة لهذا اليوم. وطبعاً ما حأخلي بها ريست بين محاضرة وأخرى حتى نمشي سريع ونحرص على أنه المحاضرة تتم. Basic anatomical structures، إحنا قلنا كنموذج أول أخذنا هو السكين، بعد ما أخذنا البوزيشن والبلين والموفمنت. السكين قلنا أنه يتكون من الإبيديرمس والديرمس. الديرمس عبارة عن سترات فاسيكوموس إبيثيليوم نان كيراتينايز، العفو كيراتينايز، وقلنا هو خالي من الأوعية ما بينو فاسكولار. الطبقة الديب اللي راح تكون أعمق من عنده هي الديرمس اللي هي الأدمة. قلنا الإبيديرمس مرات الإنسان يحصل عنده في جرح معين بالجلد لكن ما يطلع منه دم، هاي بمعنى فقط الإبيديرمس هي اللي صاب الوون، لكن الديرمس لما يحصل لها راح تكون بها بليدنج، يحصل بها نزف. تتعشق الديرمس مع الإبيديرمس عن طريق إيش؟ بروتروجن، بروتروجن من الديرمس to the epidermis، يعني بروزات اللي غشعتكم هي بالصورة وسهم من أغشعكم يا مرتلغ. السكين ممكن أنه يعمل لي manifold الطيات، خاصة أنه شعب بالجوينت، وهذا يسمونه skin crisis، تجاعيد الجلد. هذا اللي ينطيني قابلية على أنه الجلد ممكن أنه ينطيني مرونة للحركة، لأنه يعني إذا كان الجلد ما بينه مرونة للحركة ولا طيات بالمفاصل، بمعنى أنه أنا إيدي ممكن أن أحركها بأي زاوية معينة. قلنا appendages of the skin هي النيلز، الهير فوليكول، سبيشيوس جلاند، سويت جلاند. النيل هي الأظافر وجريبات الشعر، السبيشيوس هي عبارة عن غدد دهنية، وسويت جلاند هي الغدد العرقية. الإبيديرمس إحنا قلنا إنه ستراتيفايستيكوموس إبيثيليوم كيراتينايزد. كيراتينايزد كلمة تطلق على أي شيء قابل للتقشير، ممكن يحصل لك سلافينج، ولهذا هي طبقات من الخلايا الحرشوفية متقرنة. تتكون من إيش؟ هاي الإبيديرمس مكونة من 5 لاير بالثيك سكين، بالثين سكين النحيف راح تكون من 4 لاير. لو أنتم كيميائي باللون الأحمر، هاي الطبقة اللي راح نفقدها لما يكون 4 لاير. فإذا نعد، قلنا اتفقنا على أنه نعد من الأسفل للأعلى أو من الأعلى للأسفل: ستراتم بازالي، ستراتم سباينوزم، ستراتم جرانيولوزم، ستراتم لوسيديوم، ستراتم كورنيوم. فستراتم لوسيديوم إذا احنا افتقدناها هذا هو ثين سكين، فإذا فقدنا طبقة معينة سيعوض بدلها بالشعر. إذا هذا السكين لما يكون بينه شعر هو ثين، لكن يكون خالي من الشعر هو ايش؟ هو ثيك. نلاحظ انه هيستولوجيكال سكشن، مقطع نسيجي للسكين. هذه المنطقه كلها عباره عن ايش؟ الابيديرمس، من اعلى الصوره الى حد هذا الخط اللي تلاحظونه لهي المنطقه، هذا الخط هو ابيديرمس. كل هاي الطبقات اللي هي عباره عن 5 لايرز. من وين تبدي؟ تبدي من ستراتم بيزالي، ستراتم سباينوزم، كلها سباينوزم. البيزالي عبارة عن سمبل كيوبويدال إبيثيليوم، خلايا مكعبة بسيطة من سف واحد يكون. اللي بعده ستراتم سباينوزم، اللي قلنا سباينوزم لأنه شكله مغزلي وبها بعض الزوايا المدببة فيسمى سباينوزم. جرانيولوزم راح تكون غنية بالمادة الصباغية، الجرانيولز حبيبات صباغية اللي تنطيني لون الجلد. وعندي ستراتم لوسيدم، إذا وجدت فهو ثيك سكين، إذا فقدت هو ثين سكين. ستراتم كورنيوم اللي هو عبارة عن خلايا حرشوفية مطبقة شعو كم طبقة؟ 1 2 3 4 5 6، يعني كثير طبقات بيها، ممكن أن تصل 10 طبقات، اللي هي ستراتم كورنيوم وقابل للتقشير. ممكن أنه إذا نزلت هاي الطبقة ما يحصل شيء، الطبقة اللي بعدها راح تظهر وهكذا. راح تلاحظون أن هوني ماكو أي نقاط، يعني ماكو نواة، ما يظهر لأي نواة، يعني هي خلايا ميتة ما بها أي نواة. تغذية مين تكون كل هاي الطبقات؟ ما عنده أوعية دموية، التغذية حتكون من الديرمس اللي غنية بالأوعية الدموية. والديرمس عبارة عن vascular and dense fibrous connective tissue، نسيج بينه كولاجين، شكل روز، parallel روز، حزم متوازية. هذه الكولاجين راح تحميني الأوعية الدموية وتلتف حولها، وأيضا قلنا هذه
البروزات اللي نلاحظها هي هاي من الديرمس، حتى تعمل هاي البروزات حتى تتعشق وتدخل داخل الإبيديرمس وتخلي طبقات الجلد متماسكة مع بعضها. قلنا ثين سكين وثيك سكين، لازم تحفظون هذا الجدول وتعرفون ايش اكو بينه فروقات، لانه اثناء الامتحانات راح تجيني كفروقات ممكن ان انا اعرف او كومبارتيف بيناتهم. الثين سكين 4 لاير، الثيك سكين 5 لاير. الثين سكين راح يكون ليس بروميننت ستراتم كورنيوم، يعني قليله عددها قليل، لكن هوني الثيكنس مال راح يكون اكثر ستراتم كورنيوم. ليس جرانيولوزم اللي هي الطبقه الصباغيه راح تكون قليله، لكن هون راح تكون ديفلوبمنت متطوره اكثر. هون راح تكون النايس وموست اوف ذا بودي سيرفيس راح تغلف لي هذا السكين. الثين سكين راح يكون يتواجد باغلب مناطق الجسم، لكن الثيك راح يكون متواجد بالبالم اللي هو راحه اليد، بالم اوف هاند اند سول اوف فيت اللي هو اسفل القدم سول اوف فيت. عندنا ثيكر الديرمس راح تكون ثيكر. ليش تكون ثيكر؟ لان هي وعائيه، هي اللي وهي اللي تغذي لي الابيديرمس. الابيديرمس بينه جريبات شعر، بينه سيبيشيس جلاند، فتحتاج له تغذيه اكثر ولهذا نحتاج اوعيه اكثر فهي ثيكر. لكن هوني ثينر ليش؟ لانه الثيك سكين راح يكون ما بينه شعر فما يحتاج له اوعيه دمويه اكثر. اذا ما قورنا هو بينه، بس اذا ما قورنا بالثين فهو اقل. عندنا هير، الهير او نقول هير فوليكل يعني جريبات شعر او الشعر هو موجود بالثين سكين والسبيشس جلاند اللي هي الغدد الدهنيه، لكن بهالمكان لا اكو هير ما اكو شعر ولا اكو سبيشس جلاند، فقط اكو سويت جلاند. هذا صوره هي من مصدر كتاب تلاحظون بها انه هذا الابيديرمس، هذا الديرمس شعون هاي الديرمس. هوني بعض المصادر كانت تسميها هايبوديرمس، بعدها لا يعني لغت هاي التسميه. بيتشعب بعض المصادر بتطلق على المنطقه هايبوديرمس، يعني هي كانت دارجه مسبقا، حاليا لا. عندنا الهير فوليكل هي جريبات الشعر راح تكون امبيدد مغموره او مطموره لهذا الحد من المستوى، وذ بالديرمس موجوده وتخترق لي ممكن الابيديرمس حتى تظهر الى سطح سيرفيس اوف ذا بودي. عندنا الريبتايل بيلي ماسل هي راح تتواجد يعني متسقة بين جريبة الشعر إلى ممبرين of the stratum basali of the epidermis حتى ايش تعمل لي contraction. لما يحصل لك contraction راح تضغط على هذه sebaceous gland الغدد الدهنية حتى تفرز مادتها من مسامات الجلد. طبعا البشره الدهنيه هي افضل البشره الجافه لانه راح تكون رطبه فقابل المرونه او الدهن بها هو اللي راح ينطيها مرونه اكثر. وايضا هاي الريبتايل بولي مصل اذا عملت لي كونتراكشن لما الانسان يخاف او يحصل له اي يعني قشعريره من شيء يسمع فد خبر معين ممكن يقول جسمي اقشعر جسدي، عن طريق هاي الريبتايل بولي مصل هي اللي راح تحرك جريبات الشعر والشعر تخلينه يتحرك ايضا. عندنا الفاشيا، الفاشيا هي divided into superficial fascia و deep fascia. الفاشيا هي connective tissue أنسجة رابطة ممكن أن تتواجد لي تحت الجلد مباشرة. فلما تتواجد مباشرة تحت الجلد الغاية منها أنه تعزل لي الجلد عن الطبقات اللي داخلية اللي هي المصل والبونز. سوبرفيشال فيشيا هي عبارة عن ميكس من لوز كونكتف تشو، احنا قلنا هو انسجة رابطة لكن نوعه لوز، لوز أي متفاغر خيوطه ممكن أن تتباعد عن بعضها، أند أديبوس تشو نسيج دهني. زين إذا ذكرنا مثلا بالامتحان يجيني دينس كونكتف تشو ما لوز كونكتف تشو، إذا قلنا دينس فغلط هوني راح نكتب فولس، أي حتى شوية يكون كمعلومة عن الامتحان. إذا قلنا دينس كونكتف تشو راح تقولون لا فولس هي لوز كونكتف تشو. زين اديبوس تشو ايضا يتواجد النسيج الدهني. الاديبوس تشو الدهون الموجوده بالفيشيا تختلف سمكها، يختلف الثيكنس من منطقه الى اخرى. ممكن بالابدومين الجهه البطنيه دائما راح تكون ليس ذان ذا باك، يعني
وأيضا ممكن تكون بمناطق ثيكنس مال الدهون كبيرة، إذا ما قورنت بأجزاء أخرى مثل الآيليد جفن العين راح يكون قليل. أيضا بالسوبرفيشال فيشيا، على الرغم أنه هي كونكتيف تشو أنسجة رابطة وطبعا رقيقة جدا، لكن هي تحتوي على أرتريز، سمول أرتريز وفينز وليمفزوز ونيرف، أي عند شرايين وأوردة وأوعية لمفاوية وأعصاب. بعد عندنا نيرف نودز، أيضا عقد لمفاوية، عقد لمفاوية ممكن أن تكون مضمورة بالفيشيا. الديب فيشيا عندنا هو النوع الآخر من الفيشيا، هو ممبرينوس لاير، هو طبقة يعني غشائية بس أيضا من الكونكتيف تيشو. إيش تعمل هذه الطبقة؟ هي تربط لي السوبرفيشيال فيشيا مع الأجزاء الداخلية من الجسم، وبنفس الوقت تتداخل بين المصلس العضلات حتى تعمل لي تعزل كل عضلة على حدة، تعزل كل عضلة على حدة، وبعد تلف العضلات كلها أيضا على بعضها حتى تعمل أي حمل تدخل بين العضلات، يسموها انتر ماسكولار سيبتا، حواجز ما بين العضلات، بحيث أن تصل ممكن إلى البون، ممكن أن تصل إلى البون، إلى أن تقسم لي العضلات إلى عضلات أمامية وعضلات إيش خلفية. فما بعض المناطق الديب فيشيا ما بس انه تتداخل بشكل خطوط حتى تعزل لي العضلات عن بعضها، ولكن ممكن انه يزداد الثيكنس مالته، maybe thickened or to form حتى تكون لي ريتينيكولا في بعض المناطق، تكون لي ما يسمى بالريتينيكولا اللي هي عبارة عن الياف براوندد شيب، راح تكون بشكل حلقي تفتر حول ايش؟ أو النهايات الأوتار الخاصة بالعضلات مال الهاند، منطقة الإيش الريست، منطقة الريست أي مفصل الرسغ تلتف، وهاي اللي إذا صار بيها ضغط من خلال العمل بالحياة اليومية، يمكن تسمعون كثير من الناس أن يقولون عمل عملية بالرسغ على مد حتى يقصون هاي الريتينيكولا حتى يرفع الضغط مال الريتينيكولا عن العصب الموجود. تلاحظون هاي الصورة، هذا هو ايش السكين، هذا هو السكين اللي هو الطبقة الخارجية، وتحته مباشرة هي الفيشيا، هذه الفيشيا واللي ايش قلنا سوبرفيشال فيشيا، ايش عندنا هاي الدوائر الصفراء اللون، هاي عبارة انه دهون فيها خلايا دهنية اديبوس تشو ولوس كونكتيف تشو، فعندكش على الاديبوس لانه حجم الخلايا الدهنية كبيرة تاخذ اللون الاصفر. وبعدها ايش هذه الديب فيشيا، هذا الخط الاخضر البسيط ديب فيشيا، هاي ديب فيشيا ايش تعمل؟ هذه كلها طبعا عضله، هذه عضله تتداخل وتفصل لي عضله عن عضله، هاي عضله واحد، هاي عضله واحد، هاي عضله واحد، عندنا شعبين العضلات اكو فراغات، هي مفصولين عن بعضهم عن طريق ايش؟ ما فراغات، هي ديب فيشيا دخلت من بيناتهم. ممكن انه ايش قلنا؟ قلنا تقطع لي الديب فيشيا ممكن ان تصل الى الاجزاء الداخليه اللي هو هذا بون، هذا عظم الهيومرس، هذا البون، طبعا هذا ليش عندنا شعب بشكل دائري، هذا كروس سيكشن او ترانسفيرس سيكشن اللي حكينا عنه المحاضره السابقه، نخشى انه هذا هو الشكل اللي يغشعني بشكل مستعرض، بشكل مستعرض بحيث انه تقسمت لي العضلات الى عضلات اماميه وعضلات خلفيه عن طريق الديب فيشيا. هذه هي الريتينيكولا اللي تكون راوندد حول ايش؟ حول التندون مال كل العضلات اللي راح تجيني من الفور ارم، كل العضلات راح تجيني من الفور ارم، بالأخير تتدبب تتحول إلى تندون أربطة وتربط بهالمواقع هذه، تجي الريتينيكولا تزداد غزارتها وكثافتها حتى تلتف وتمسك لي هذه العضلات، حتى ممكن أي صح يحصل لها موفمنت تختل عن مكانها أثناء ما أحرك إيدي أو أرفع شيء ثقيل وهكذا. إذا هذه الريتينيكولا ازداد الضغط مالتها ممكن تأذي لي الأعصاب، فاحنا اذا عملنا عمليه جراحيه بس يقطعون هذا الريتينوكل هون يقصوها حتى يقل الضغط عن هذه الاعصاب اللي اعتشعوها. الفيزلز، الاوعيه الدمويه، فيزلز بمعنى اوعيه دمويه. الاوعيه ديفايدد انتو بلاد فيزلز اوعيه دمويه اند ليمف فيزلز، اكو اوعيه لمفاويه ايضا. الفيزلز هي اوعيه اذ تقسم الى اوعيه تحمل لي الدم، اوعيه تحمل لي الليمف. بصورة عامة أنتم درستم بالمادة الأحياء اللي هو بثالث متوسط عن جسم الإنسان، فكل التنوع في شرايين وأوردة وأوعية لمفاوية يعني مطلعين عليها كمصطلحات بالعربي، ولكن هسه
يعني نطلع عليها بشكل تشريحي، انه الارتريز، ارتريز بمعنى شرايين. فبلد فيزلز ار 3 تايب، هي ثلاث انواع ارتريز عندنا. they are blood form to the heart to the tissue، يعني هي تاخذ carry blood from the heart to the tissue، تاخذ الدم من الهارت الى النسيج. The largest artery in the body أورتا، يطلق علينا الأورتا، قلنا ونشع أورتا، بعض الناس تلفظوا إيورتا، اللفظين صحيح، اللي هو الأبهر. يصل القطر مالته 2.5 سنتيمتر، ممكن يعني دايمتر القطر ماله 2.5 بهالحجم، هذا ممكن نلاحظه يا دموي بهالحجم هذا الكبير. أيضا نشع smallest artery less than 0.1 مليمتر، يعني أصغر من 0.1 مليم، أصغر من 10 مليم. are known as arterioles، أي شرينات، شرينات هذا يعني كبير، شريان أو يعني شرايين كجمع، هذه شرينات اللي هي صغيرة الحجم جدا، وممكن أنه حتى نشعها بالميكروسكوب. تدخل للمسكولر، مسكولر تشو، and transmit the blood into the capillaries، هذه من بعد الأرتريول راح يتحول إلى إيش؟ capillary، اللي هي الشعيرات الدموية. The union of branches of the artery is called anastomosis، يعني لما تتداخل مع بعض الفروع الشرايين تسمى anastomosis، أي تتفاغر مع بعضها. which occurs specially around the joint، يحصل في ال joint of the limb، يعني المفاصل. gastrointestinal tract and base of the brain، في قاعدة الدماغ. These are important for maintaining the circulation when artery is blocked، إذا شريان من الشرايين حصل له أي انسداد معين، فالتداخل بين الشرايين مع بعضها لما تربط ممكن أنه يجيني مدى الدموي من شريان مجاور، وهذا نوع من فائدة الجسم بتواصل الشرايين مع بعضها. And produce، ينتج من خلاله collateral circulation، هي الدورة الدموية مثلا تاخذ مسارة من شريان معين، إذا حصل له هذا بلوكيت ممكن أنه أنا أخذ لي مدى الدموي من شريان مجاور، ويطلق على هذه الحالة collateral circulation. One another hand when terminal branches، بعض الأوعية الدموية لما تنتهي ما يحصل لها anastomosis، ممكن أنه ما أنها تشترك مع بعضها. وهذه ممكن أن تجهز لي فقط منطقة واحدة وخلص لي هذا الحد وتنتهي، يسموها end arteries، يعني الشرايين اللي منتهية لها الحد وتقف، ما تشترك مع آخرين، شرايينات دقيقة يعني أخرى. أوعية لمفاوية ممكن أنه نشعة اللي هي lymphatic vessels، نشعة كل الجسم موجودة أيضا، ونشعة lymphatic nodule، عقيدات لمفاوية، ممكن هاي تلاحظوها، هاي العقيدات اللمفاوية اللي راح تكون مرشحات لسائل موجود بالجسم، سائل الليمف. هاي راح نشرحها بعد البلود كابيلاري. بلود كابيلاري هي قلنا الشعيرات الدمويه. مايكروسكوبيك تيوبس، اذا هي مثل الانابيب او نبيبات دقيقه جدا، تعمل لي شبكه نتورك، هذه الشبكات تكون موزعه داخل الجسم، اي جزء من اجزاء الجسم احنا نشرح هذه الشبكات، الغاية منها هي لتصريف الدم القادم من الشرايين arterioles، discharge of blood in the smallest tributaries of a vein. Their wall consists of single layer of endothelial cell. إيش معناتها؟ معناتها أنه هاي الشرايين لما تنطي المدى الدموي معناتها للأوردة، والأوردة راح تستلمها، بيناتهم راح يحصل نوع من التداخل، هذا التداخل يصل الى ادق التفاصيل. هذا الجزء النبيبات الدقيقه اللي هي الكابيلاريز مكون جداره من طبقه واحده من الاندوثيليال سيل، اللي هي خلايا ايضا طلائيه يطلق عليها اندوثيليال سيل، تكون بصف واحد فقط. حتى ايش يحصل من خلاله؟ يعمل نقل التغذيه الدمويه بين النسيج والدم. الفينز، احنا اخذنا الارتري وصلنا لحد الكابيلاري، انه ارتري يوزع الدم
من شرايين كبيره الحجم الى متوسطه الحجم ميديوم الى السمول اللي هو الارتريول، بعدها وصل الكابيلاري. هكذا وزع الدم الى الجسم للنسيج. هسه النسيج اخذ فائدته من التغذيه الدمويه واخذ الاكسجين الموجود اللي حمله الار بي سي كرات الدم الحمراء. هسه يرجع لنا الدم غير المؤكسج عن طريق الفينز. الفينز اللي هي الاورده، هذا يعمل collect the blood from the tissue back to the heart، يجمع الدم حتى يرجعه للقلب. Many of them have valve، يعني معظم الأوردة تحتوي لي على valve اللي هي الصمامات. Smallest vein called venules، ذيك arterioles وهاي venules. Medium size deep arteries often يعني غالبا انه من اشع أوردة هي متوسطة الحجم، ولكن لازم تكون مجاورة إلى شرايين أخرى بحيث وريدين يجاورون شريان. هاي الحالة إيش يسمى عليها؟ فينا كوميتنس. فينا كوميتنس بمعنى أنه الأوردة المصاحبة، أوردة مصاحبة للشرايين. الغاية منه إيش؟ أنه الوريد ما عنده كونتراكشن، إذا ما ساعدته عضلة حتى يعمل كونتراكشن ويرجع الدم إلى القلب، لأنه من الأسفل للأعلى يخضع الدم إلى الجاذبية الأرضية. إذا ما في عضلة ساعدتني ممكن تقلص من انبساط الشريان لأنه يحمل ضغط عالي لأنه قادم من القلب، هو اللي يعمل لي انعكاس للكونتراكشن مالته ويحوله للأوردة المجاورة. هاي صورة توضح لي شرايين والأوردة الموجودة. اللون الأحمر هي الشرايين، الأزرق هي الأوردة، وكل تفاصيل الجسم تدخل الأوعية الدموية، يعني ما في جزء ما بينه أوعية دموية. عندنا الليمفيزلز. الليمفيزلز الليمف collected from the tissue، يعني الليمف هو مين جاني، انه الشرايين اعطاني الدم الى النسيج انطلق عن طريق القلب. بعد يحصل يعني اختلاف بالضغط، الشرايين ضغط عالي الاوردة ضغط واطي، فيحصل تناضح للسائل. السائل اللي موجود بالدم، اكو سائل هو اللي يحمل لي كريات الدم الحمراء. هذا السائل اذا دخل بين النسيج عندما ينجمع عن طريق فيزلز معينه يسمى هذا لينف فيزلز، هو هذا السائل الليمفي. هذا السائل الليمفي يجمع عن طريق الانسجه، عن طريق نتورك شبكات، ايضا هي كابيلاريز، هي ايضا شعيرات دقيقه يونيتد تو فورم، حتى تكون لي ايش؟ من الكابيلاري من الشعيرات يعمل لي سمول لينف فيزلز، وبعدها يعمل لي لارج لينفيزلز وهكذا. اثناء مسارهم اللينفيزلز وين يمرون؟ راح يمرون ايضا خلال نود، يعني لينف نود، خلال عقد لمفاويه. هذه العقد لما تتخلى الوعاء اللمفاوي راح يسمونه افرنت فيزلز، اللي هو الوعاء الوارد. افرنت فيزلز الوعاء الصادر لما يصدر لي، وين يصدر؟ يصدر من نفس العقده، هو عيمشي راح يمر بعقدة، بعدها يطلع من العقدة. لما يطلع هو صادر، لما يدخل هو وارد اللي هو الأفرنت. ليش حيفوت ويطلع بهاي العقد؟ حتى يعمل لي فلتريشن لهذا السائل اللمفاوي، حتى نرجعه للفين اللي هو سوبيريور فينا كافا وانفيريور فينا كافا قبل ما يدخل للهارت، ويرجع حتى يبقى الدم محافظ على نفس الثيكنس واللزوجة مالته. زين، الليمف نود، ايش هي الليمف نود؟ فيرم جلاند لايك، هي تشبه كغده صلبه، تشبه شكل الغده او هيكليه الغده، تعمل على فلتر الليمف، تعمل فلتريشن تو ذا ليمف، اند فيري ان سايز، تختلف حجمها، ذي انكريز ان سايز ان كيس اوف انفلاميشن اور تيومر، ممكن انه يختلف حجمها، انه تقلها القابليه ان يزداد حجمها اثناء الالتهاب أو السرطان إذا أصيب الإنسان بسرطان معين. هاي الصورة اللي طلعناها الكمية اللي هي الليمف نود، أنه تلاحظون بين وعاء وعاء، هذا وعاء وارد هذا وعاء صادر، أنه مر بعقدة لمفاوية اللي قلنا من تدخل اسمها أفرنت ولمن تخرج اسمها إفرنت بالإي، هاي هي الواردة والصادرة. عندنا المسلز. المسلز اللي هي العضلات، three type of the muscle، skeletal muscle، smooth muscle، cardiac muscle. طبعا المسل احنا قعدنا اطلاع عليها من خلال ايش؟ من خلال دراستنا السابقة، عضلات هيكلية وعضلات ملساء
وعضلات قلبية. عذرا طلاب عن المقاطعة، محمد أسعد يمكن أني أكتب كيفك، علي أخبارك، يعني المهم هاي ما لغة حوار تكتبون على الشاشة. راعوا الآخرين واحترام المحاضرة. سكينة المصل ممكن هي العضلات الهيكلية، السموث مصل اللي هي العضلات الملساء اللي تكون لا إرادية، والكاردياك اللي هي العضلة القلبية. سكينة المصل اللي قلنا لا العفو دكتورة. نعم. بس كل طالب كان كتب على السكرين ممكن يشيل الكتابي لو سمحتم. أعتذر عن المقاطعة دكتورة. الطلاب كوي صراحة أنتم ما أطفال صغار، يعني أنتم تمام تشعروا نفسكم مرحلة أولى وتقارنوا نفسكم 6 سنوات طبية، بس كوي بالحقيقة أنتم جايين من سادس إعدادي، يعني 12 سنة دراسة. ما معقول خلال هاي 12 سنة ما تعلمتم بها احترام المحاضرة والأستاذ. الأستاذ استعداد ما تعرفونه وما تخشعونه ما بتحترمونه، عادي ما مشكلة، بس أنت المهم تحترم العلم اللي هو عينطيك هو، يعني هو ما يفضل عليك، بس بنفس الوقت أنه أنت تحترم المادة العلمية اللي أنت راح تستفاد منها وتأخذها. وإذا أنت كان ما تهمك المادة، حتى إذا ما حضرت المحاضرة ما مشكلة، إذا ضيج خلي يمك ورقة وشخبط عليها، إذا هكذا واحد يصيبه الملل ما مشكلة، خلي المحاضرة مفتوحة، خلي يمك ورقة وقعد رسم عليها، لأنه عيب. نرجع لمحاضرتنا، وأتمنى أنه ما تنعاد هاي المقاطعات. سكلت المصل اللي هي العضلات الهيكلية، هاي العضلات هي تتواجد وين؟ حول السكيلتون، سموها سكلت المصل اللي تتواجد حول السكيلتون اللي هو الهيكل العظمي. هذه العضلات هي اللي تمنحني القدرة على التحرك، أن هو أنا أحرك هذه العظام، ما العظام هي اللي تحركني ولكن العضلات هي اللي تحركني، والعضلات أنا بإرادتي ممكن أحرك إيدي يمين يسار وأقدامي، وأي شيء ممكن أنا بهيكل الجسم أقدر أنا أعمله movement. فين movement of skeleton هي اللي تحرك لي الهيكل العظمي، and هي voluntary muscles هي عضلات إرادية بإرادتي أنا أحركها. Each muscle, each skeletal muscle has two or more attachments which move the list is called origin. يعني هذه العضلات كل عضلة هي عندها مربطين بالعظم أو أكثر، يعني لازم مربطين، ما معقول مربط واحد، إذا مربط واحد معناته مربطة من جهة أخرى هي ما بها أي ارتباط، إذا هي ما حتعمل لي حركة لشيء ما. لكن أنا إذا أربطها من الشولدر بون وجي أربطها بالهيومرس، يعني الجزء الطرف الآخر من عنده، إذا هي ممكن حتساعدني أنه أنا أرفع الهيومرس إلى حد معين وأحرك الشولدر جوينت. لكن إذا كانت مربوطة من جهة واحدة طبعاً ما موجود، فإذا إما من جهة وإما من جهتين أو يعني من جهتين أو أكثر. الاتجاه الآخر هو صح نطلع عليه إن شاء الله. الأوريجين هو منشأ العضلة، لما تنشأ لي يكون هذا attachment بالبون. لكن الجزء الآخر هو الانسيرشن. الانسيرشن هو يعني يسمونه الاندماج أو الانغماس، أوريجين وانسيرشن. كل عضلة طبعاً لها منشأ ولها انغماس أو اندماج بشيء ما. كل عضلة راح تاخذون اساميها ان شاء الله بالميولوجي، وتاخذون الاوريجين والانسيرشن اوف ايتش ماسل. كيف تكون العضلة؟ هاي العضلة راح تكون فلاشي بارت اوف ذا ماسل كولد بيلي، يعني الجزء المدبب من عنده هاي العضلة راح يسمى البطن، يسمى بالعربي البطن، بطن العضلة البيلي. The end of the muscle which attachment the end. طبعاً the origin لازم يكون هو مرتبط بالبون. The origin لازم يكون مربطه بالعظم. لكن the insertion ممكن أن يكون attachment to the bone, another bone. ممكن أن يكون attachment بالcartilage or ligament. والنهاية مال العضلة تسمى tendon, يسمى وتر. فإذا البداية لازم تبدي من عظم. النهاية the origin مالتها يعني the origin هو العظم. The insertion مالتها لازم يكون مرتبط إما بون أو كارتليج اللي هو غضروف أو ليجمنت اللي هو رباط. الفلاتيند مصل أكو عضلات ما مدببة ولها يعني هكذا نمسكها بشكل مدبب، راح تكون إيش؟ راح تكون فلاتيند مصل، أي مسطحة. هاي موجودة دائما بالباك، بالأبدومينال وول، جدار البطن أو بالظهر،
ايش راح تكون؟ راح يكون عنده فايبرس تشو هو اللي تندمج بينه. راح يكون ايش؟ هذا الفايبرس تشو اللي تندمج بينه اسمه الابنيوروسيس. الابنيوروسيس يطلع علينا ان شاء الله بالعملي راح نشرح كمية. يعني لاحظوا طلاب انه هاي العضلات مثلا نشأت من هالجهة، اندمجت بهالجهة، بالاخير تتحول الى تندون. هذه العضلة اللي هي البايسبس اللي احنا ايش قلنا عنده اتاتشمنت اثنين او اكثر. يعني اذا وحدي بدت لي من هالمكان لازم تهد من هالمكان، اذا هي بها منشا واندماج اذا التصقت من جهتين. لكن هاي مثلا عضله البايسبس عندها راسين، هاي البايسبس اذا راسين والثالث هو اللي اندمجت بينه، اذا ثلاث مكانات يعني صار بها ارتباطات من ثلاث مكانات، فهي تو اور مور. زين، هيستولوجيكال يونت اوف سكيليتال ماسل، يعني التركيب النسيجي للعضلات الهيكليه هي عباره عن مصل فايبر، الياف عضليه، الياف عضليه ما كونكتيف تشو، هي الياف عضليه باوندد توجذر تتحزم مع بعضها بواسطه ايش؟ بواسطه الانيولار كونكتيف تشو، تتحزم مع بعضها اون ذا سيرفيس اوف ذا مصل. هذه تجي الكونكتيف تشو تلتف حولها حتى على السطح مال العضلات حتى تحميها وتعمل لنا نوع من اللفافه اللي احنا اخذناها قلنا تحيطه، هي الديب فيشيا اللي تجي تحيط العضلات اللي شرحناها قبل شويه. لما يلتف هذا الجزء سراوند ذا مصل او المصل فايبر كولد ايبي مويسيوم، بمعنى انه اذا هذا الجزء الخارجي عندك اي كلمه ايبي، ايبي مويسيوم بمعنى ايبي خارجي. هاي كلمه، اي كلمه ايبي بمعنى انا عاد اذكر شيء يخص شيء خارجي. زين، which surround and filtrates the muscle، يعني تحيطه نادي المصل وتغلفه. زين، the muscle fiber الالياف العضليه arrange together parallel or oblique to the long axis، بمعنى الالياف العضليه تلتف او تكون مرصوصه بشكل ايش؟ موازي للمحور الطولي او بشكل مائل، إما موازي أو بشكل مائل للمحور الطولي اللي هو long axis of the muscle. Where fiber arrange oblique إذا التفت أو تكون رصت بشكل مائل لل longitudinal axis للمحور الطولي، هذا المكان راح تسمى pinnate. هذا pinnate عبارة عن إيش؟ راح تكون pinnate of the muscle هي three type، ثلاث أنواع من pinnate of the muscle. تلاحظون يونيبينيت، بايبينيت، مونتبينيت. اسعد حتى لا تشابك علينا، راح اشبه الكميه بايش؟ العضلات تكون عباره عن لونجديودينال، فد مربط اساسي، لونجديودينال اكسس محور طولي هذا المحور، وحوله تكون الالياف. مثل نشبهها بايش؟ نشبهها بالريشه، ريشه الطير. اذا مسكتم ريشه معينه، إذا دحقوا على الريشة، إذا تغشعوها القصبة مال الريشة هاي اللي بالوسط، إذا كان الريش من جهة واحدة بس هذه يونيبينيت، راح تكون المسكولار فايبر راح تكون أوبليك لكن إن ذا وان سايد من جهة واحدة. لكن إذا كانت من الجهتين لهذه القصبة اللي هو أصلا المحور الطولي أوف ذا مسل، راح يكون إذا من الجهتين بايبينيت. إذا كان من عدة جهات أي هي بايبينيت، بايبينيت مرصوصين، سيرس بايبينيت، ايش تلاحظون؟ سيرس بايبينيت مسكولار ليل الونج سايد وين انذر، يعني عدة عضلات الياف عضلية لها عدة محاور مرصوصة وحدة يم الاخ راح يسميها مالتي بينيت. مالتي بينيت، واحيانا لا، قصبة واحدة هاي اللي قلنا تشبه الريشة قصبة، ولكن موجودي الخلياف المسكولر فايبر يمين ويسار واعلى واسفل، يعني اذا حاطتها اما من كل الجهات واما باي بينيت اتحدوا رصوا يم بعضهم، هاي الحالة تسمى مالتي بينيت. هاي هي مالتي بينيت، يعني متعددة. زين، السكيلتال مصل العضلات الهيكلية سبلاي باي ايش؟ موتور سنسوري سم اوف سمباثيتيك اوتونوميك نيرف، يعني العضلات هي اللي حركت لي العظم، ولكن العضلات من اللي حركها؟ حرك الإعاز العصبي من التغذية العصبية اللي جتها من الانرفيشن اللي هي تجينه موتور ايضا، ويجينه سنسوري حسية، ويجينه سمباثيتيك اوتونوميك العفو نيرفس.
سبلاين حتى للسموث مصل اوف ايش اوف بلاد فيزلز، يعني اكو ارادي سمبثاوي، جهاز سمبثاوي هو اللي السمبثاوي هو اللي يغذي لي ايش، يغذي لي الخلايا العضليه المنساء الموجوده داخل الاوعيه الدمويه اللي تغذي لي العضلات الهيكليه. شفت شلون؟ يعني واحد متعلق بالثاني. سموث مصل، الخلايا الملساء هي لونج سباينال شيب، سباينال شيب العفو يعني بشكل مغزلي، سباينال شيب سيل هاي الخلايا. انفولنتري هذه كان سكيليتال، كانت فولنتري. هون ممكن ان نعمل كومباراتيف بتوين ذا مصل اللي هي السكيليتال كانت فولنتري اراديه، هذه انفولنتري لا اراديه. present in blood vessels موجودة بالأوعية الدموية، موجودة بالdigestive system اللي أنا ما آكل وتحرك معدتي وتعمل عملية الهضم contraction ولكن أنا ما ممكن أن أشعر بها. urinary bladder اللي هي المثانة، uterus اللي هو الرحم وغيرها. supply by ايش؟ autonomic nerve fiber يعني مزودة بجهاز عصبي اللي هو يعمل على تحريكه وتشغيله من دون إرادتي. كاردييك مصل اللي هي العضلة إيش الهيكلية القلبية، فقط تميز القلب عنده هاي العضلات اللي هي founded only in myocardium، فقط في عضلات القلب، عضلات القلب اسمها myocardium of the heart. It is supplied by autonomic nerve fiber. الجوينتس اللي هي المفاصل، site where two or more bones come together. يعني أنا هذا الجوينت عبارة عن إيش؟ أنه موقع محدد بين عظمين أو أكثر. أكو بين عظمين، عظم كان التقوا مع بعضهم كون لي جوينت. أكو ثلاث عظام تلتقي مع بعضها يلا تكون لي هذا الجوينت. فإذا هي two or more. زين، ما في عظم واحد لحاله يعمل له مفصل لحاله، لازم عظمين أو أكثر. حتى هذا الجوينت هو اللي يعمل لي الموفمنت، هو اللي يخلي جسمي أنه يتحرك. لو ما كان اكو مفصل ومفصل بين بون وبون كان كله الجسم بقطعه واحده. كلاسيفايد يعني هذه الجوينت كلاسيفايد تصنف اكوردنج تو ذا تيشو حسب النسيج ذات لاي بتوين بونز، حسب النسيج اللي موجود بين العظام راح يكون لي نوع المفصل. زين، بعض المفاصل بعض العظام العفو بيناتها اكو فايبروس جوينت مفصل ليفي، بعضها cartilaginous joint غضروفي، بعضها synovial joint. هذا synovial joint اللي يحتوي على synovial cell membrane، synovial cell، synovial cell ويحتوي على membrane وvenous سائل اللي يخليني هذا المفصل ممكن يتحرك. fibrous joint اللي احنا ذكرناه قلنا ليفي fibrous joint. articulating surface سطح التمفصل مالته of the bones are joined by fibrous tissue، سطح التمفصلي مالته هو عبارة عن مادة نسيج ليفي. The degree of movement depend on the length of the collagen fiber. احنا قلنا هذا المفصل بين عظم وعظم اكو الياف. طول الالياف في الكولاجين الموجودة بهذا المفصل هي اللي راح تنطيني درجة اللي انا اقدر ان اتحرك بها. كمثال طبعا الامثلة كلش مهمة بالtype of joint، يعني إذا قلنا fibrous joint لازم تعطيني example sutures joint اللي هي موجودة وين؟ بالسكوم بالجمجمة، هاي بالجمجمة، هاي المفاصل اللي موجودة أنا إذا حط إيدي سطح على غاسي راح أشعر إيش؟ راح أشعر جمجمتي هي عظم واحد، لكن بالحقيقة هي عدة عظام التقوا مع بعضهم، هاي الملتقى مالتهم هي sutures joint، يعني مفصل من نوع suture كأنه مخيط، suture مخيط مع بعض. عندي cartilaginous joint، الكارتيلاجينوس اللي يكون من نوع غضروفي two type. اكو primary cartilaginous joint بهالحالة البونز united by plates يتحدون بواسطة صفيحة of hyaline cartilage من نوع الغضروف اللي نوعه hyaline، مثل example union between epiphysis and metaphysis. وين هاي الابيفيزيس والميتافيزيس؟ يعني العظم، رأس العظم لما نمسك رأس العظم اكو هاي المنطقة اسمها epiphysis، وبعدها يكون اكو metaphysis. هاي الميتافيزيس اللي احنا راح يطول جسم الانسان من خلالها، اذا صلبت الانسان ما راح يطول بعد، او
او اي عظم، هذا العظم ما راح يطول. مثلا خلينا نقول الهيومرس، عظم هذا العضد ما راح يطول اذا ما كان عندي انا الميتافيزز. فالكارتليج راح يكون بيناتهم هو اللي يعطيني القابليه على انه يزداد طول العظم بين فتره وفتره، اللي يعمل لي جروينج بونز. نو موفمنت، نو موفمنت، ماكو حركه بين راس العظم وعنق العظم، هو ما متحرك، بيناتهم مفصل غضروفي لكنه immovable، غير قابل للحركة، أو no movement، غير قابل للحركة. السكندري، نوع السكندري من الكارتيلاجينس جوينت، هذا وين يتواجد؟ هذا united by fibrocartilage and articular surface covered by hyaline cartilage. هو أيضا يكون بينه hyaline cartilage، يتواجد وين؟ كإكزامبل intervertebral joint بين الفقرات، راح يكون هذا متواجد هوني، بينه نوع من الحركة amount of movement، يعني أكو فد نوع من الحركة، لكن يختلف عن primary cartilaginous، راح يكون لا immovable، ما ممكن أن يتحرك. لو تلاحظون هوني بين الفقرات اللي هو fibrocartilaginous، fibrocartilaginous joint اللي نلاحظها بين الفقرات. synovial joint articular surface of the bones covered by hyaline عمر أكرم يعني راح يكون مغطى بإيش؟ هاي كارتليج من نوع الهايلين. طبعا إن شاء الله محاضرة تيجي راح ناخذ أنواع الكارتليج حتى تعرفون هايلين وغير أنواع فايبروس وهكذا. سبريد هذا الهايلين كارتليج هو اللي يفرق لي هذا العظام عن طريق ايش؟ كافيتي التجويف. التجويف يحتوي على synovial membrane، هذا الممبرين بينه synovial fluid، والsynovial fluid هو اللي ينطيني قابلية على تحرك المفاصل بين بعضها. يعني كيف؟ كأنه المفصل، كنتنا نحط ايدينا على مفصل، مفصل ايش؟ الالبو جوينت اللي هو العكس، عكس اليد. هذا المفصل اذا انا خليت ايدي علينه بينه كيس ممبرين محاط بكبسول، وهذا الكبسول والممبرين بعد ايش راح يجيني؟ راح يجيني سائل موجود بداخله فلويد. بعض الناس تضرب ابر داخل مفاصله حتى تعيد من هذا السائل الساينوفيال فلويد، لانه اذا ما موجود ما راح ينطيني مرونه لحركه هذا الجوينت. كل ما كان الجوينت بينه ساينوفيال فلويد هو راح يكون قابل للحركه، اذا ما بينه راح يصير اكو صعوبه بالحركه. هذا هو الني جوينت، تلاحظون الني جوينت هوني انه لازم يتواجد بهالمنطقه الساينوفيال فلويد، وهذا الساينوفيال محاط بالممبرين ويحاط بالكبسول حتى ممكن دخل هذا العظم مع هذا العظم ان يتحرك. الساينوف يعني احنا اخذنا الجوينت هي فايبروس وساينوفيال وكارتيلوجينوس. هسه الساينوفيال بحد ذاته، تايب اوف ساينوفيال، اعزلوا طلاب هاي الانواع، نقول تايب اوف كذا، تايب اوف كذا، لازم تعرفون ايش على ايش اشياء. تايب اوف ساينوفيال يعني هسه راح اذكرهم كلهم ساينوفيال، كلهم متحركين، ماكو واحد فايبروس ما متحرك او صلب، ماكو واحد فايبروس، ساينوفيال كلهم بهم الساينوفيال فلويد، ولهذا ممكن يكون قابل للحركه. انواع راح نبدي نعدهم هكذا حاليا وناخذ امثله عليهم. plane joint بمعنى انه ايش؟ مسطح. plane joint او بشكل خطي. the surface of bone may be permitting only slight يعني movement، انه يتحرك مثل السلايد، عظم مع عظم يكون واحد مرتبط بالاخر بشكل مسطح، وكانه مثل السلايد لما نحركه راح يتحرك. هذا وين راح نلاحظه؟ كاكزامبل intercarpal joint. وين intercarpal joint؟ حط ايدنا على عظم الرسخ، احنا على الريست جوينت، اكو سافين من العظام السيسامويد بوينت، هاي العظام اول ساف مع ثاني ساف هذول يتحدون يسموها هاني intercarpal joint مع بعضهم. ويصب اكو ايضا carpo metacarpal joint، مفصل اللاخ اللي هو مثال على البلين جوينت، بين الكاربال اللي هو الرسخ مع مشط اليد، carpal metacarpal joint هذا ايضا نوعه بلين. تلاحظون طلاب هذا العظام
هاي عظام السمسمانية، أول ساف مع ثاني ساف لما يتحدون هذولي راح يكون عن طريق هذا البلين جوينت، هذا الخطوط بلين جوينت، هذا الكاربو ميتاكاربل، هاي العظام يسموها ميتاكاربل، هي اللي لما يلتصقون مع بعضهم يتمفصلون، هذا المفصل نوعه بلين جوينت. عندنا الهنج جوينت، هذا مثل الهنج يعمل لي الموفمنت allow around single axis، أنه ممكن أتحرك حول المحور الطولي at right angle بزاوية زاوية قائمة to the bone، مثل يعني لما نعمل حركة الفليكشن اكستنشن، أي جوينت ممكن أنا أعمل بينه فليكشن اكستنشن، هاي لحظة الفليكشن هي عبارة عن إيش؟ عن الهنج جوينت، وأرجع أرجعه اكستنشن. أخذناها بالعمل فليكشن اكستنشن بالإلبو جوينت بتساعد، عندنا between segment of the fingers الأصابعي ممكن أعمل له فليكشن، أطوي أصابعي داخل راحة يدي وأرجعها، هاي فليكشن اكستنشن. المفاصل اللي عم تتحرك هي الهنج جوينت. ما ظلنا شيء نخلص حتى تقولوا لنا كافي، كافي بعد ما أخذتم شيء يا شباب، بعدكم بأول الطريق. قلنا بأصابع اليد، هذه أصابع اليد اللي ممكن اعمل بها فليكشن اكستنشن، وممكن هذا بالالبو جوينت انا اعمل ايش؟ فليكشن اكستنشن، وهاي الحركه بهذا الجوينت جوينت يطلع علينا وهينج جوينت. زين، هون لو تلاحظون طلاب ايش عندنا؟ عندنا هاي الفقرات الايش؟ الاطلس فيرتبرا، فقره الاطلس مع المحور، فقط هاي الاطلس مع المحور تلاحظون بها هاي الصفه المميزه، انه عظم طولي داخل عظم بشكل رينج، حلقة رينج شيب. هذا التمفصل راح يحصل بهاي المنطقة ايش اسمه؟ اسمه بيفوت، بيفوت جوينت، هذا الجوينت اسمه بيفوت، بحيث انه ممكن انا احرك رأسي يمين ويسار، ممكن احول ايش المحور الطولي، اعمل له حركة راوند حول ايش اللونجديودينال اكسنت. وين موجود هذا؟ between the first and second cervical vertebra، الفقرات العنقية. Condyloid joint allowed movement into direction at right angle each another. يعني ممكن أنه يتحرك ولكن بزاوية إيش؟ زاوية قائمة. وهذا راح نلاحظ أنه المفصل عنده two curvature، عنده مكانتين إيش؟ مكانتين للتمفصل تكون مقعرة، مكانتين مقعرة. وين راح نلاحظ هذه وين راح نلاحظ هذه المفاصل؟ احنا كمثال ناخذ عندنا الميتاكاربال، ميتاكاربال فرينجيال جوينت، يعني احنا قلنا ميتاكاربال، هاي الميتاكاربال اللي هو مشط اليد مع الفالينكس مع السلاميات، لما يتمفصلون مع بعضهم راح الاحظ انه شباب انحناء وانحناء اخر، انحناء وانحناء، تو كورفيجر، تو كورفيجر، راح الاحظ انحناءين بسطح التمفصل الموجود، واحد طويل واحد يكون اقصر، فهي يطلق عليها كوندايلويد جوينت، اي لقمي، يكون بشكل لقمي. الكوندايلويد جوينت هو طبعا يشبه السدل جوينت، يشبهه، ولكن السدل جوينت هو سرج الشكل، يمتلك ايضا انحناءين ولكن واحد معاكس للآخر، واحد معاكس للآخر. وين يكون هذا موجود؟ موجود بالكاربو ميتاكاربال جوينت مع الثم، كاربو ميتاكاربال جوينت أو الثم، يعني الثم يتحرك لي بعدة اتجاهات، كاربو ميتاكاربال جوينت مع الثم، لازم أكو انحناءات اثنين، إحنا قلنا انحناءات اثنين، واحد معاكس للثاني، واحد معاكس للثاني. زين، بول اند سوكيت جوينت، هذا اللي يكون مثل الكرة وداخل جزء مكعب، بول اند سوكيت، هذا نوع من المفاصل اللي يسمح لي بحرية الحركة، والمفصل اللي يحتوي لي على أكبر حركة ممكنة، بحيث أنا أعمل فليكشن واكستنشن وأدكشن وأبدكشن بينه، هو بول اند سوكيت، ممكن انه يعطيني هاي القدرات مثل الشولدر جوينت. هذا هو الشولدر جوينت، هسه اذا كلتنا نحرك ايدنا بس يكون نحرك مفصل الايش؟ الشولدر اللي هو مفصل الكتف،
انا حطيق اعمل freedom of movement، حركات بحريه اكثر من غير مفاصل. واحنا راح نقول لكم thanks ونعتذر عن الاطاله. ان شاء الله يكون افتهمتم علينا. اي سؤال او استفسار اكيد راح يكون عندكم ملاحظات، لانه ما عاد اشرح لكم اياه وجها لوجه، ما اطيق امثلكم هي حتى تشعرون الصور. راح بالعمليه ان شاء الله الاسبوع القادم نوضح لكم نوع المفاصل ونحكي عن المصل اذا انتم او الفيشيا، اذا عندكم اي سؤال او استفسار عنه. شكرا دكتورة. دكتورة بس الطلاب يسألون ايه على رابط الحضور، ايه هل اكو رابط حضور لو لا؟ لا 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 هسه ماكو. ايه الاسبوع الجاي ان شاء الله. ايه الاسبوع الجاي ان شاء الله. شكرا دكتورة، اسف على الازعاج. الطلاب لا تطلعون حاليا.